يا طيب مشاهدينا الأحبة وحياكم الله بجولة رمضانية لهذا اليوم. تتعدد المبادرات في شهر رمضان المبارك وتتنوع هنا في المثنى وبالتحديد في قضاء الرميثة. لدينا شاب من أبناء قضاء الرميثة كان قد ساهم بمبادرة رمضانية ألا وهي تخفيض الأسعار بالنسبة للدجاج وإلى بيض المائدة. هذه المبادرة سنعرف تفاصيلها من خلال لقائنا معه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. عليك وعليك بصحة وسلامة. حدثنا على طبيعة المبادرة اللي قدمت أنت في هذا رمضان. والله لأن الناس يعني الناس أو الفقراء أو ما عدتها أي فإحنا كل سنة نسوي هالمبادرة ونريد الناس يعني تحذر. نسبة التخفيض شنو؟ 20% على الدجاج والبيض طبقة ب 4000 والبيض ب 4.5 وعندنا ب 3.5 نوعية بيض ثانية. تمام. البيض هو بالاصل سعره ايش قد اليوم بس؟ ما اعرف سعره بالسوق ليش؟ هسه هو التخفيض ايش قد شمله؟ البيض احنا جايين نبيعه حاليا بفلوسه يعني جايين نجيبه ب 4.5 نبيعه ب 4.5 هذا جاي يجينا ب 4 جاي نبيعه ب 4 بشهر رمضان كله ان شاء الله هذا هيك نستمر. ما شاء الله. زين خصوص الدجاج التخفيض احنا تمام ايش قد عندنا نسبة التخفيض؟ احنا مسجلين السعر الطبيعي مالته. هذا السعر الطبيعي. اي بس من كل دجاجة راح ننزل 1000 او 500، اكو بهن 500 دينار نشيل الفائدة مالتنا، اكو بها 1000 نشيل ال 1000. اي. اي. يعني بين قوسين. بين قوسين. الفائدة مالتكم شيلوها. نشيلها يعني ما نريد فائدة، خلال شهر رمضان ان شاء الله. وعندنا علف قال وعالصدور، كنا نبيع السعر القديم بخمسة سجلناه سويناه ب 4.5. 4. اي. بالاضافة للسعر القديم هنا عندك ثلاثة كلهم. يعني تخفيض ايش من 1000 الى 1500 من 1000 الى 1500 الى 500 يعني هيك هي الفائده مالتنا نلغيها نشيلها بشهر رمضان احنا كل سنه نسوي هاي المبادره ايوه نتمنى الناس الباقيين هم يحذون حذونا أيوه. زين على مستوى انه شفت انه الناس يعني شلون ترحيبه بهيك والله هواي ناس شجعتني العام وخصة هاي السنه بعد اكثر ناس شجعتني وسويت واسطه هيك شيء وما شاء الله يعني بركه اي بركه والله بالعمل صارت بركه اكثر من قبل أي. شكرا لك رحم الله والديك شكرا نسأل الله أن يتقبل أعمالكم في هذا الشهر الفضيل طبعا شوف أحد الزبائن السلام عليكم وعليكم السلام مبادرة هنا الأخ يعني جزاه الله خير قدم هذه المبادرة تخفيض الأسعار أنت شلون نشوف مبادرة والله أحسن مبادرة من زمان هم جبران يساعد ما عنده والسعر ماله حلو ومن يجي رمضان همين يساعدون وين الناس ما يغلون الحاجة رمضان وصحه وعافيه ونتمنى تكون الاسعار تنزل هسه كل تحاكي قال لك والله السوق معلق يا ابي ليش معلق السوق والله يقول الورق ما نازل احنا هم نطلب من الدوله ونطلب المساعده للمواطنين ان شاء الله ان شاء الله انت تنزل اي والله الاسواق الله تقبل اعمالكم ان شاء الله ان شاء الله نعم احبتي الكرام وصلنا واياكم الى ختام هذه الجوله الرمضانيه من محافظه المثنى كنت معكم انا محمود قاسم إلى هنا تقبلوا تحياتنا ودمتم بخير.